وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي. الرئيس اليمني يصدر قرارا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن. ونيكولاس مادورو يعلن رفضه مهلة أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا. موجز أنباء السادسة صباحا، أسعد الله أوقاتكم. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر عقده اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الاجتماع الوزاري سيشهد تباحثا وتبادلا للرؤى بين وزراء خارجية الدول المشاركين إزاء عدد من القضايا محل اهتمام الجانبين. تنطلق اليوم فعاليات منتدى الاستثمار المصري الألماني المشترك بحضور وزير التجارة والصناعة عمرو نصار وبيتر ألتماير الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي تصريحات لإكسترا نيوز قال الوزير الألماني أن مصر تتقدم نحو الأفضل، معربا عن تطلعه لزيارة المزيد من المشروعات في مصر للسير نحو مزيد من التعاون فيها. أصدر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قرارا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. جاء القرار عقب إعلان ميليشيات الحوثي ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم لملء مقاعد الأعضاء المتوفين وممن انضموا للحكومة الشرعية. رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة كانت قد حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا. وقال مادورو إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط من يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو. يشار إلى أن النمسا قد انضمت إلى 6 دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والبرتغال. كانت قد أمهلت مادورو 8 أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية قبل أخذ خطوة الاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا للبلاد. قدم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أوراق ترشحه لرئاسة البلاد لدى اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا. وقد وصل الرئيس الأوكراني الحالي إلى مقر هذه اللجنة في يوم تقبل اللجنة الوثائق الأخير، حيث تتقبل الأوراق من الراغبين في الترشح لرئاسة البلاد. من المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات في أوكرانيا العدد النهائي للمرشحين يوم الجمعة، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 من مارس المقبل. ختام هذا الموجز، دوما تابعوا مزيد من الأخبار من خلال extranews.tv. إلى الملتقى.